مرحبا وأهلا فيكم. راحت المسكينة لونا الشبل ظلم بعد ما تأكدنا اليوم أنه مو هي اللي كانت عم تعطي إحداثيات لطرف أجنبي لاستهداف القادة والشخصيات الإيرانية الموجودة في سوريا. اليوم تم استهداف سيارة على طريق دمشق بيروت، وتم الإعلام من أكثر من مصدر، يعني ممكن ما نكون متأكدين تماما، ولكن شخصيات تتبع للحرس الثوري الإيراني أو شخصيات عسكرية إيرانية في وسط دمشق. وإذا بدنا نحدد المكان بالتحديد، الحقيقة أنا لفت نظري، لأن تحديد المكان يعني مهم، هلأ بنحكي ليش، لفت نظري هل خطوط التوتر العالي مع مجموعة الأشجار الموجودة. الطريق الحقيقة ما فيه أشجار كتير، فسهل نحدد المناطق الموجودة فيها الأشجار، والأهم خط التوتر العالي الحقيقة ما بيقترب من الطريق العام إلا في موقع معين يلي هو مدخل أو قريب من مدخل قرى الأسد يلي فيها معظم المسؤولين والشخصيات السورية الهامة. يعني لاحظوا هذا اللي عبين معنا هو خط التوتر العالي قبل الطريق وبعد الطريق، هو بيتجه باتجاه الشرق، ولكن بهالمنطقة بمكانين. بتوقع هذا المكان يلي صار فيه أو صارت فيه الحادثة والأقرب لمدخل قرى الأسد، تقترب خطوط التوتر العالي من الطريق بشكل لافت يتوافق مع ما هو يعني ظاهر في الصورة. فإذا فينا نقول أن الضربة صارت في عرين الأسد هذه المرة، ما ظل فيه يعني حياة وين ما بدهم، وطائرة مسيرة، وهذا يعني أيضا تكتيك جديد عم نشاهده. فممكن هذه الطائرات تصل إلى كل مكان وإلى أي كان، بتوقع هذه الرسالة. والرسالة الأهم بتوقع إسرائيل عم بتحاول تقول لإيران أنه أنتم عدمتوا جاسوس الغلط، ما زال الجاسوس في القصر الجمهوري. هلا رح نحكي بالمهم يلي بيتعلق بإيران، وكما هو متوقع وتصير في تقارب عربي مع النظام، تركي مع النظام، إيران بدها تثبت وجودها وما رح تسمح، لأن هي بتعتقد الحقيقة هيك تبين اليوم بأنه هي أصبحت تملك بمعنى الكلمة سوريا ومقدرات سوريا، ليس سياسيا وإنما تجاريا وماليا. وحتى في الاتفاقية اللي طلعت عليها ورح أعرض لكم إياها، هي تهدد بالمحاكم الدولية، بمحكمة العدل الدولية في حال لم يلتزم النظام أو في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق لتسديد الديون يلي ما حددوها، ولكن واضح أنه هي ديون كبيرة. فإيران عندها هالورقة الضغط على ما يبدو. أنا اليوم اللي عرفت أنه لسه ما حطت الاتفاقية موضع التنفيذ، هي اتفاقيات، مجموعة اتفاقيات من عام 2011 لليوم بتلوح فيهم إيران، لأن معنى تنفيذهم هي الحجز ونقل الملكية السورية إلى إيران. تماماً الوضع مثل وقت واحد بيكون آخذ قرض كبير، راهن أملاكه للبنك، إنذار إنذارين ثلاثة أربعة، فرصة فرصتين، ما حسن آخر شيء بيجي البنك وبيحجز أو بيبيع أملاكه أو بياخذهم بالمزاد العلني. المهم أنه تقول هذه الملكية إلى المصرف. اليوم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ يعني هو نقل الملكية حرفيا في سوريا اللي رح نشوف الى ايران، يعني والمتأملين، مع الاسف في ناس كان يعني متأملين من الداخل السوري بتحسن الاوضاع وانه الامور، لا، الوضع انه النظام الذي هو على رأس السلطة في سوريا جعل من دولة او ما تبقى من دولة سوريا دولة مدينة بمليارات بعشرات مليارات الدولارات الى ايران، وايران تريد ان يعني تنقل ملكية سوريا إليها لكي تستعيد هذه الديون. فالاتفاقية هلا وقت نشوفها بنشوف مو الملحق، الملحق بيحكي عن المشاريع، هي جزئين أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول يلي اليوم هو قرار الرئيس الإيراني بتحويله للبرلمان ليضع موضع التنفيذ والإشارة على موضوع حل النزاعات. الاتفاقية في 60 أو 65% منها كيفية نزع أو كيفية حل النزاعات في حال الحكومة السورية لم تسدد الديون أو لم تلتزم في الاتفاقية، والملحق هو شو المشاريع يلي بدها إيران تنفذها
لا يتم تسديد ديونها، يعني هي بدها تسدد ديون بالمشاريع. وبكل الأحوال يعني تنفذت ما تنفذت هي راح تضع يدها على سوريا وما تبقى من سوريا. هلا هون في نقطة قبل ما بلش بالاتفاقية، معنى أنه إيران تاخذ ترخيص بمشاريع معينة أو تحط إيدها على قطاعات معينة، ما بالضرورة أنه هي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع. يعني مثل وقت واحد بياخذ رخصة بأمر ما بيصير في عنده ملكية، نرجع للبنك، أنت في عندك أملاك هي بدل أموال، هالأملاك تقول للبنك ممكن البنك يبيعها بالمزاد العلني لطرف ثالث. وأنا برجح هذه النظرية، يعني نحن راح نشوف أنه إيران ما راح تدخل، لأن أساساً يعني السوق في سوريا يعني ما نو ذا جدوى إلى أمد يعني طويل. وتوقع أصلاً كل الذي جرى بأنه يتم طرد السوريين ومصادرة أملاكهم، ويعني وضع هلا من حيث النظام يدري أو لا يدري كله مصيبة، أنه يعني يصبح مدين لإيران بهذه المبالغ الطائلة، وتضع إيران يدها على ملكية سوريا. عم نحكي بالملكية المالية نحن والاقتصادية، ما عم نحكي بالسياسية. ومن ثم يتم بيع هذه الملكية إلى طرف ثالث. بقى مين هذا الطرف الثالث؟ ما بنعرف. هلا حتى ممكن هذا الطرف الثالث يكون لابس ماسك يجيبه من الإمارات، من أي دولة تانية، ولكن على ما يبدو أن الأمور رايحة بهذا الاتجاه. مرة تانية اليوم عم نحكي بإيدنا نحن وثائق اللي هي الاتفاقية، راح أحط لكم إياها بمكتبة القناة. يلي بده يتبحر فيها هي باللغة الإنجليزية والفارسية، ما في باللغة العربية، ترجمتها عن طريق الجوجل، مقبول الترجمة. في بعض الأمور ممكن ما تكون مفهومة، بدنا نرجع للنص الإنجليزي، أو اللي بيعرف فارسي بيكون كتير منيح. طيب راح نستعرض نحن أهم ما في هذه الاتفاقية يلي هي اتفاقية بيع سوريا لإيران. طبعا أول شيء هو قرار بتحويل الاتفاقية للبرلمان، مستعجلين الشباب، وبركزوا لاحظوا بالملاحظة الثانية في يعني المقدمة اللي سموها مقدمة توضيحية، بركزوا على موضوع حل النزاعات. مثل ما قلت لكم إذا يعني بتمشوا بالاتفاقية، تنفيذ صحيح لاتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك موقعة، وجعل المذكرة وجعلها المذكورة الترتيبات اللازمة لتسوية الديون الناشئة عن الاتفاقية. إذن منشوف كلمة الديون عم تتكرر في كل الصفحات، ومن بين هذه المساعي عقود سداد ديون وتسوية الديون إلى آخره. إذن نمشي كمان شوي بالاتفاقية، منشوف أنه من المادة الرابعة بلشوا بحل النزاعات. هون الحقيقة طويلة، ما رح نقعد نحكي فيها ونضيع لكم وقتكم. مثل أي نزاع بيصير بين طرفين بيكون في محكم من الطرف الأول والثاني بيسموا محكم ثالث، عبيقولوا في حال ما وصلوا للنتيجة، شوفوا الفقرة، إذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين كذا إلى آخرية، أو لم يتم التوصل أو لم يتوصل المحكمون المعنيون إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس المحكمين خلال فترة محددة، يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم الطرف الممتنع أو رئيس المحكمين بحسب الأحوال إلى آخره. فإذا هن عم يتعاملوا أصلا، الحقيقة ما نسيت بأي جزئية، هن كاتبين وأشاروا أنه هذا الموضوع ما له علاقة في السياسة، هو عبارة عن اتفاقية تجارية، مرحبا محور مقاومة ممانعة. هن بورطوا للنظام، دفشوه ركبوا عليه ديون، بعدين قالوا له هذا تجارة نحملنا علاقة بالسياسة، أنت عليك هيك تدفع مشان نشوف نحن حكمة وحنكة الرئيس الأسد. هون أشاروا أنه تكون هذه الاتفاقية لمدة 20 عام وتمدد حتى الوفاء بالالتزامات، يعني هي 20 عام إذا تم الوفاء بالالتزامات. هلأ شو إذا وفينا الالتزامات من أول سنة؟ يعني بعد ما توقع الاتفاقية أجت جهة من الجهات الطرف الثالث بده يسدد، بقى هون إيران بتلعب بقى وبتبازر وبتساوم. حتى لو سددت الديون هي حقها أنه تستثمر، هلأ نشوف القطاعات، لمدة 20 سنة، وإذا ما تم تسديدها 20 سنة بتضل حتى تسديد الديون. لو ضلت 100 سنة فإيران هي راح تأخذ هالمشاريع والقطاعات اللي راح نشير إلى لأجل غير مسمى. طبعا أنه هي نحن كيف يعني، هن صحيح آلين شراكة وتعاون، ولكن نحن هون بين طرف ضعيف، يعني حتى اتفاقيات التجارة الحرة مثل ما بيقولوا والشراكة بتكون بين في تكافؤ بين الطرفين، أما طرف مسيطر سياسيا وعسكريا على طرف آخر، هون في إجابة، في ما بشوف غير صناعيين يعني
على اساس نحن كنا متامن توصل فيهم انه يكونوا فهمانين ويساعدوا، ما في غير بيناجدوا الحكومه، ما في غير بيناجدوا الحكومه. اخي الحكومه ما لها علاقه، ايران في طرف دائن بتكون تحكوا معه، طرف دائن من مصلحته افلاس كل الصناعيين والتجار لحتى يشتري برخيص ويضع يده على كل شيء. يعني ليش لحتى هو يقوي؟ يعني اذا بايده القرار فهو كل ما ضعفت القطاعات واصبحت عديمه القيمه كل ما اشتراها برخيص اكثر. فاذا تكون هذه الاتفاقيه ساريه مده 20 سنه حكينا فيها وحطوا التنفيذ ما له علاقه رئيس الجمهوريه، وهذا لازم يعطي دلالات للمستقبل بين نائب الاول لرئيس الجمهوريه ورئيس وزراء الجمهوريه العربيه السوريه. وممكن بعد توقيع الاتفاقيه انه ما في مشكله بيرجعوا بيمدوه المصاري، يعني هن مره ثانيه هو هذا صار اللي لازم نفهمه، الديون ورطت النظام اللي هو على راس السلطه، يعني ما تبقى من سوريا اليوم بده ينباع لايران. ما عنده مانع انه ايضا تشوف، طبعا هذا الموضوع ضمن شروط معقده راح يكون، لان انت وقت تدين طرف اساسا ما بيحسن يسدد عليه فانت بتوضع شروط قاسيه، الله اعلم شو بدها تكون هالشروط، يمكن يكون يعني حتى بيع القصر الجمهوري نفسه. اذا منتابع بالاتفاقيه تقريبا هي الاتفاقيه الاساسيه، وهلا بننتقل للقسم الثالث من الاتفاقيه. الاول نرجع بنقول احاله للبرلمان ومقدمه توضيحيه، ثانيه نص الاتفاقيه، الثالث هو الملحق يلي شو بدها تستثمر ايران، على شو بدها تحط ايدها. بتركز بالبنود الاولى على اتفاقيه التجاره الحره مثل ما قلنا، يعني انا وقت هون مثال بقول معرض للمنتجات الايرانيه في سوريا ومعرض للمنتجات السوريه في ايران، وانا متحكم بالصناعه ومتحكم بكل بالوقود تبعها بالطاقه بالكهرباء، فيني ارفع التكاليف عليهم يعني اضعاف مضاعفه بحيث يوصل المنتج السوري الى ايران اضعاف المنتج الايراني، كيف بدي نافس ايران ولا غيرها؟ فهذا الموضوع تجاره حره بين طرفين الاول هو مسيطر على الثاني، هذا راح يعني ادي تماما الى اخضاع الطرف الاضعف. ايضا اتفق الطرفان على تشجيع فتح البنوك السوريه، احاله ديون سوريا وخطوط الائتمان الممنوحه للجمهوريه الاسلاميه، هم بيرجعوا على الديون، راح يشكلوا فريق عمل فني يتكون ممثلي الجهات المعنيه من الجانبين، مهمته تحديد وتوثيق ديون الجمهوريه العربيه السوريه الى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الناتجه عن الاتفاقيات الماليه والاقتصاديه المشتركه الموقعه بين الطرفين، والاتفاق على تحديد حجم الديون المذكوره واقتراح اليات سدادها. ولو كان هذا الكلام يعني ممكن ما كثير يعني لكم، ولكن هو خطير للغايه، يعني وقت نحن بنشكل فريق لتحديد وتوثيق، يعني ما بيتركوا للطرف السوري بده يكون في ايرانيين، معناتها اعطينا الصلاحيات للطرف الايراني يفوت على اي مؤسسه وعلى اي جهه حكوميه لحتى يتفقد دفاتره وحساباتها ويشوف تماما. مره ثانيه نرجع ل يعني موضوع البنك والقروض اللي بياخذها شخص ما بيحسن بيسددها، فبيصير في صلاحيه للدائن انه يدخل لكل حسابات المدين ويتحكم بكل شيء لضمان تسديد ديونه اولا، وهذا موجود في ملحق الاتفاقيه. هلا اذا في خطوط ائتمان واستثمارات ذات صله راح يتم يعني تسديدها او تسويتها بنفس الطريقه او بنفس الاليه الموجوده في الاتفاقيه. هون بياكدوا على موضوع ايضا هو لاحظوا يعني مثل ما شفنا هون في تشكيل فريق عمل فني يتكون ممثلي جهات معنيه مهتمه بتحديد وتوثيق الديون، وفي فريق عمل المراقبة والمتابعة، يعني في عنا فريق بده يحدد وفريق بده يراقب ويتابع موضوع التنفيذ، ففي سيطرة صار في إدارة مالية كاملة إيرانية على المؤسسات السورية بموجب الاتفاقية. طيب شو بدك يا إيران في مقابل هذه الديون؟ قالت هي حددت مستحيل حاطة أنه هي في إنشاء الموانئ، موانئ بحرية لتصدير الفوسفات، مصانع مشتركة للإسمنت حاطة الطاقة يلي 5 ملايين طن لكل منهما، بدها مصنعين في ريف دمشق وحلب هن أصلا موجودين هدول بدها تحط إيدها عليهم، تنفيذ مشاريع بناء ما لا يقل عن 30,000 وحدة سكنية في مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في كافة المحافظات ولكن الأولوية لمين؟ في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، يعني في المحافظات اللي في إلى نفوذ
ولكن لا تواجد ولكن ليس لها سيطرة كاملة، يعني ما قالت بلبو كمال كذا لأن هذيك حطيتها بجيبتها. بدها بدمشق يعني حتى بدها تبني 30,000 وحدة بناء على الديون الحالية، لا بيجوز تتطور القصة أو يزيد العدد. في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، مين بتسكن فيها؟ الله أعلم. أيضا طبعا شوفي بسوريا في نفط، تنفيذ مشروع خط أنابيب النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية والسورية إلى المتوسط، الكهرباء والماء، ومنشوف مجموعة من الشروط هنا. لاحظوا أنه هي اتفاقية بس التعهدات على الحكومة السورية لأن هي الأضعف وهي اللي مديونة. تتعهد الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة المشاكل، تقوم الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق والقيود المتعلقة بمشاركة الشركات، سيطلب من السلطات الحكومية السورية تقديم الضمانات المقدمة من المقاولين الإيرانيين إلى آخره. هلأ البند الجديد يلي أنا ما كنت بعرف فيه الحقيقة هي ضمان عمل أو ضمان وجود إيران إلى المستقبل، وهو إعادة إعمار سوريا. يعني خطة إعادة إعمار سوريا بدها، وهنا عم نحكي على الحكومة السورية ما لها علاقة بالنظام، هي بده يكون أو بده تضمن حصتها فيها أيضا من خلال هذا البند. وضايفين الربط البري والسكك الحديدية، فتح ممرات من قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط، من الموانئ الجنوبية لإيران إلى البحر الأبيض المتوسط، إنشاء خطوط اتصال مشتركة في مجالات النفط والغاز والكهرباء، السياحة، استخراج النفط، محطات معالجة المياه، يعني السيطرة على كل عصب الحياة، مو بس الصناعة والتجارة، على عصب الحياة، وأساساً هي مسيطرة. يعني احنا عم نحكي صحيح ما نحطت بالتنفيذ، وهلا رح أقول لكم ليش رح تنحط بالتنفيذ، ولكن الحقيقة إيران والشركات الإيرانية هي وضعت يدها على عصب الحياة في سوريا. هي مستلمة الطاقة وهي مستلمة المياه، الطاقة بأنواعها بما فيها الكهربائية، ومستلمة أيضاً المياه. وبرجع بقلكم هي ما لها أي مصلحة تبيع هذه المنتجات بالسعر المدعوم، عشان هيك ما في كهرباء وما في عنا مي، وها هي يعني من مصلحتها تماما ترفع تكاليف الإنتاج لتفلس كل التجار والصناعيين على أي مستوى لكي تشتري أملاكهم وبقايا أعمالهم بأرخص الأثمان. بيضل السؤال الأخير، كانت إيران يعني هي ناطرة توقع الاتفاقية لحتى تحط إيدها على القطاعات، ما عم تستثمر على كيفها. حياة مظبوط، ولكن هذا بيعطينا مؤشر آخر على قرب نهاية النظام، يعني وضع النظام أو تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل رسمي من خلال البرلمان، وكانت أول يعني أعمال اليوم خلينا نقول بعد طوشة الانتخابات في إيران أنه يحولوا هذه الاتفاقية للبرلمان لإقرارها، معناته هني بده يعجلوا، خاصة أنه الاتفاقية تنص بنص الإنجليزي أيضا على حل النزاعات وعن حق إيران في استعادة ديونها من خلال الاستثمار ووضع يدها على القطاعات السورية. بدها توثق هذا الموضوع وتجعله موضوع رسمي بين دولتين لا يتأثر بتغيير نظام من الأنظمة، مأكدين أنه الموضوع لا يتعلق بالسياسة واتفاق تجاري مالي بحت ليس له أي علاقة في السياسة، وبالتالي ملزم كائنا من يكون على رأس السلطة في سوريا أن ينفذه. هذا كل شيء لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.